لكن ماذا عن الذين يعملون في الظل؟ لا يشتغل بدون ترخيص عقوبته شديدة جدا وهتنافي. يعني أحيانا ممكن يكون مستشار هجرة ومرخص ليه بمزاولة المهنة، لكن ما عندوش خبرة، ما عندوش معلومات كافية، نقصه تعليم. في كندا كل، يعني أنت ممكن تلاقي في دول كتيرة في العالم فيها ناس بتشتغل هجرة لكندا بدون ترخيص. هنا ده صعوبة الموضوع، إزاي أنت تتوصل لدول. عشان كده احنا بنقول هتبقى في جهات معنية كتيرة كندية بتباشر الموضوع ده، عشان حتى توصل للناس دي في البلاد اللي هم بيزاولوا منها المهنة بدون ترخيص. النهارده يكون معانا هو واحد من افضل الخبراء اللي ممكن يكلمونا في النواحي التنظيميه، نظرا لخبراته الطويله، ونظرا ايضا لخبراته ليست في مجال العمل فقط، ولكن لخبراته في مجال التدريب والتشريع وكل الامور المتعلقه بالهجره. أهلا بك خالد، أنا بتشرف دايما بالحوار معك.